خبر تاني معانا من ريال مدريد. ريال مدريد بيتقدم بثقة وخطوات ثابتة لضم امبابي. آخر أخبارنا النهاردة أن الموضوع خلاص بيتجدد مع امبابي وريال مدريد. كل المؤشرات بتقول أن ريال مدريد على وشك التعاقد مع كيليان امبابي نجم باريس سان جيرمان في الصيف المقبل. فابريزو رومانو طبعا خبير سوق الانتقالات كتب على حساب الرسمي لمنصة اكس: ريال مدريد يتقدم بثقة في ملف صفقة امبابي. قال كمان: لكن لم توقع أي عقود بعد، ومن المنتظر أن يعلن اللاعب الفرنسي قراره الرسمي قريبا. أشار كمان أن ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لم يتلقى أي إخطار رسمي برغبة امبابي في الرحيل حتى الآن. قال كمان أن الثقة في ريال مدريد بشأن إتمام الصفقة مش بس على مستوى الإدارة، لكن كمان على مستوى غرفة الملابس أو أوضة اللبس زي ما بيقولوا. كمان أوضح أن ريال مدريد خصص راتب لإمبابي أقل من اللي حضراتكم عارفين. في موسم 22 كان في عرض لإمبابي برقم فظيع جدا، رقم كبير جدا جدا من ريال مدريد. النهارده بيقول لك لا، الأرقام دي اتغيرت وهيعرضوا عليه راتب كبير، لكن لا يقارن أو لا يتعدى الرقم اللي اتعرض عليه في 2022.